كل سنة وحضراتكم طيبين. أنا اسمي طارق سالم، مدرس الغدد الصماء في كلية الطب جامعة اسكندرية. كنت عايز أكلم حضراتكم النهاردة على نقص فيتامين د أو فيتامين د، فيتامين الشمس. هو فيتامين مهم جدا جدا لصحة الجسم. أعراضه لما بينقص فيتامين د له أعراض كتير جدا على كل أجهزة الجسم، منها إن الواحد يصاب بالإجهاد، بالإرهاق، بالتعب، الواحد يلاقي عضلاته بتوجعه، آلام في المفاصل، آلام في العظام، جسمه مكسر، بيجيب اكتئاب، بيعمل التهابات جلدية، وممكن بعض الناس يجيلها صدفية، مشاكل في الجلد، مشاكل في البشرة، صعود في الشعر، فله أعراض كتيرة جدا ومتنوعة. نقص فيتامين د لازم نبقى عارفين مصادر فيتامين د ايه. فيتامين د بيجي، هو فيتامين الشمس، بيجي من الشمس، فلازم نتعرض كل يوم للشمس لمدة 10 دقائق في الفترة من الساعة 10 صباحا لغاية 4 العصر. زائد موجود في الأطعمة اللي فيها الدهون الحيوانية وزي البيض مثلا، صفار البيض، وموجود في الأسماك، ولكن الشمس هي أهم مصدر له. فيتامين د، نقص فيتامين د بيأثر على صحة الغدة الدرقية، والعلم الحديث قدر يفسر الإشكالية المعقدة اللي بين فيتامين د والغدة الدرقية، وإزاي الغدة الدرقية بتأثر على فيتامين د، وإزاي فيتامين د بيأثر على الغدة الدرقية. لما نيجي ناخد فيتامين د، نصيحة يا ريت ناخد فيتامين د 3، ما ناخدش فيتامين د 2، لأن هو ده الأفيد للجسم، ده الأكتف فورم أو الفيتامين دي اللي بيفيد الجسم على طول وما يحتاجش إنه يتحول من فيتامين دي 2 لدي 3. طبعا تعرضوا للشمس، ما تخافوش من الشمس، هتديكوا صحة وعافية ان شاء الله. شكرا.